تجهيز بريفار هذا الامر اللي كنا كاملين. فكنا واحد الوقت مجلس في الدوره ديالو في 2017 حول عقد سلف كريدي ديال من صندوق التجهيز الجماعي اللي كنوصلوا له غير السنه الاعضاء اللي كان كيهم 5 مليون ديال الدرهم 500 مليون. فبعد استوفى الشروط ديالو كامله وحتى التواصل ديالنا مع المدير هذا الكريدي كيبان لنا ما خدامش لينا. ما يمكنش نحن في الاخر ديال الكريدي ديالنا ونزيدو نتاخروا الجماعه هذا الكريدي لانه اذا ما كانش حاجه غريبه في التواصل وكان واحد الاثر ايجابي على الجماعه فما عندنا ما نديرو به ونخلو الجماعه سميتو عليه نتقلو الكاهل ديالها بالكريديات رغم اننا هذا المجلس اللي دخل دخلت جوج كريديات ديال المجالس السابقه فارتقينا انه هو هذا المشروع هذا نأجلو حيت ماشي مشروع مهم غادي يعود بالنفع للجماعه ونشدو هذا ف القيام اعطاء انطلاقه حفر وتجهيز اعطاء انطلاقه اشرار 12 كيلو من المسالك بشراكه مع الجهه وجهه مراكش اسفي بداوا من الشركات في تسويق الغابه وضوء اجتماع مقر المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه باساتذه من المدير الاقليمي وجمعيه النهضه التنميه القرويه والتوكيلات في اقسام التعليم الاولي التعليم الاولي اطار التوجهات ديال الخطاب ديال سيدنا ميسرو فعندنا 9 اقسام اللي غادي مشاركه بين الوزاره ومديريه التربيه الوطنيه وهذه الجمعيه المحليه وراه في الاسبوع غادي يستقبلوا العمليه هادو كيبقاو بوحدهم كتبقى الجمعيه الوطنيه التعليم الاولي اللي عندها الاحصائيه الدوره وذلك التطبيق على الماده 15 من الموصل رقم 2/2016/301 صادر بتاريخ 20 رمضان 1935 موافق 29 يونيو 2016 لتحديد مسار تحديد برنامج عمل الجماعه وتتبعه وتحييده وتقييمه وآلية الحوار والتشاور الإعدادي. بعد إعادة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعه تم أعضاء اللجان الدائمة للمجلس لإبداء الرأي حوله وقد تمحور أغلب التوصيات حول على النقاط التالية: الإسراع بكهرباء الكوانين المتبقية الشتات، الإسراع تنفيذ مشروع تهيئة طريق رابطة بين زاوية مولوجية والسوق الأسبوعي عبر طريق معاشات، تعجيل تشغيل جميع السقايات الدوية التابعة للجماعة، الإسراع بإتمام أشغال بناء وحدتين مغربيتين بن ميرد وولاد حسن. إذا ما كانش نقاش في هذه النقطة الأولى ننظروا إلى التصويت. وفي استشاره مع الرؤساء ديالي وهذيك الساعه راني غادي نبني تمايا. اما ما دام انه ما عنديش علاش نعتمد في بناء هذاك الحجره ديال التعليم الاولي اللي فيها 7 متر وعلى 11 متر ف راه ما نقدرش نبنيه خارج الاسوار. ماشي انا اللي نبنيه ولكن ما نقدرش نوافق على بنائه خارج الاسوار. كاين واحد النوع من التوافقات حنا في اطار الاستشاره بها وكاين وثائقي الا انت سيدي بغيتي وتبنيو تما وجاتكم بانه الساحه بانت لك راه صغارت بزاف فكاين واحد الوثيقه عمرها ليا بموافقه ديال السلطات المحليه وموافقه ديال الجماعه بموافقه ديال الساكنه وانا ذاك راه ما بقى عندي انا من راه غادي نحولوه حنا ما غنبنيوش كما قالوا لي دابا نبنيوه على برا ونديروا ليه فمو تما لداخل حنا غادي نبنيوه في الجنب ديال التيران ولكن دور لي الحال والجمعيه تكون في التضامن لا عند النقطه الخامسه عفوا موافقه على تجديد اتفاقيه الشراكه بين الجماعه وجمعيه الاتحاد المغربي لكره القدم لاجل المساهمه في التنميه الرياضيه بتراب الجماعه تفضل السيد رئيس اللجنه سيد رقم 20/2021 ثانيا مع اتفاقية شراكة بين الجامعة والأكاديمية الجهوية من أجل إحداث ثانوية تقنية رسم في الموسم الدراسي 2020/2021 في بداية أكدت اللجنة أن الكتب المدرسية هذا الموسم لديها ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وأضافت أنه يجب على السادة المدراء المؤسسة التعليمية بتراب الجامعي اتخاذ التدابير فبناء على اتفاقية الشراكة بين جماعة مولبرية وجمعية الظهر للتنمية القرنية حول تسيير 3 أقسام التعليم الأولي لكل من دوار زناتة مجموعة الناس من الهيثم وفرعية خضرية ومؤشر عيال دار سيد العام من تحقيق سيد تاريخ 11/6/2019 ب
بناء على ملحق تعديلي لاتفاقيه سنه الدكم عشان عليها من طرف عام 2020 بتاريخ 19/3/2020، حيث ان الاتفاقيه محدده في سنه واحده قد انتهت. تلك هي الخطوط العريضه لادراج هذه النقط. الاقسام اللي غادي توصلوا لها الاتفاق المجاليه هما ولاد التهليوه والمغرب، اللي ما داخلش في الاتفاقيه هي ثلاث اقسام اللي كاتبها هنا وزناتها. هادو الاقسام اللي داخلين في الاتفاقيه ما كنتش الدوار والحرمه من التعليم الاولي، فالجماعه دخلت في شراكه مع الجمعيه باش تاهما يضموا الاقسام. ما كانش النقاش من دون صوت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.